يو واتس اب يا جماعه، اليوم انا مع اصحابي. مين اصحابك؟ طارق، محمد، لانا، ساره، كيفكم؟ سلموا. مين هذا؟ يا زلمه كان يعني بس هيك زبطت السناب يا زلمه. لا من حالي عندي اصحاب يعني. شو اخباركم؟ تمام. صرنا اصحاب هيك؟ يو واتس اب يا جماعه، انا اليوم مع صاحبي الجديد مصطفى الخطيب. مصطفى وصل، كيف شغلك؟ كيف شغلك يا جماعه؟ سوي زي ما احنا عم نسوي بالفيديو وحملوا هذا الفيديو على الانستغرام مع هاشتاج نحو تي في، سناب شات تشالنج وات نحو تي في، واللي بيفوز معنا احكي لهم. يلا شو بيفوز معنا؟ بيفوز معنا شات اوت على الانستغرام ويوتيوب. بس انا مش هذا اللي كنت احكي لهم اياه. ايش شكله هو هذا؟ خلص يلا. مرحبا يا جماعه، هاي انا وصاحبي عبد اللطيف. بنروح على وين نروح يا عبد اللطيف؟ مين عبد اللطيف؟ شو بتسوي يا زلمه؟ يا زلمه بنروح على المحاضره. شو بتسوي؟ شو مالك يا زلمه؟ شو مالك؟ شو بتسوي؟ مين انت؟ مرحبا يا جماعه، هذول اصحابي الجداد. طلعوا هي لهم قاعدين هون، ما بدهم يطلعوا معنا. يلا. يو واتس اب يا جماعه، انا مع ضيفه وفتحيه. كيف حالكم؟ سي هاي. هذول اصحابي جننوني، لهم من الصبح عم بيحكوا معي، بيقولوا لي وينك؟ عيني موجود. وبعدين بس انا منيح. يو واتس اب يا جماعه، اليوم انا وناصر عم نمشي مع بعض في الجامعه. كيفك ناصر؟ مين ناصر؟ انت يا زلمه ايش؟ لا تفضحني عند السناب شات يا زلمه، بالله عليك. شو اخبارك؟ اه هيك انا وقعت يا ناصر. شو اخبارك؟ اه هيك انا وقعت يا ناصر. يو واتس اب يا جماعه، هي انا صاحبي معتز ورولا. هياتنا طالعين هلا، بنروح على المحاضره تاعيتنا والوضع يعني لوز. شو بتسوي يا رجل؟ شو بتعمل يا زلمه؟ شو مالك يا زلمه؟ شو بدك فيه؟ المفروض بنت مش حابه تصور يا زلمه، بس عشان السناب تبعي يعني. والله آه. انا مش معك محاضره لاي شيء. فاهم يعني ما بتعرفوني يعني؟ لا. مرحبا يا جماعه، انا هون مع صاحبتي رولا وعبير. هياتنا قاعدين عم نشرب كوفي والوضع الصراحه عندنا لوز هون. تفضلوا علينا. شو مالكم؟ ليه؟ لا كيف ما بتعرفوني؟ يو واتس اب يا جماعه، اليوم انا مع اصحابي عادل وتامر ووائل. كيف حالك يا جماعه؟ سلموا يا جماعه، هذول اصحابي يا زلمه قرفوني يا زلمه قد ما حكوا معي. شو شباب كيف حالكم؟ كان هيك زبطوا لي الوضع على السناب، هيك احس انه عندي اصحاب وهيك. يلا كمان وحده؟ يلا هيك اسمع استخوني. اوه الشاب هذا صاحبنا حبيب قلبنا. هيك انا هيك. يلا ها. شباب والله في بار، والله الشباب لا تقصروا فيه، والله ما في منه اثنين. فجروه صح. يو واتس اب يا جماعه، هاي صاحبي عزيز وصاحبي الثاني مصطفى. هياتنا جايين نطلع مع بعض هلا. هذا كم مره؟ ايه عيدوا جد واحد ثاني. طيب يلا اصبر عليك. عيدوا يلا واحد ثاني. يلا علق التليفون يا زلمه على حظك. عيدوا هيهم يا جماعة. أي يا جماعة والله ما بعرفوا. لا يا جماعة هذول جننوني من الصبح، بيحكوا معي بدهم ياني أطلع معهم. مش عارف شو مالهم يا زلمة، مين أنت؟ يلا روح. يو واتس أب إيفريبادي، اليوم أنا مع أصحابي أحمد ورولا. كيفكو؟ زمان عنكم يا جماعة، وينكم هالأيام يا أخي؟ يا هلا واتس أب. ضايعين هينا. والله نايس، شكرا عشان سلكتوا لي بالسناب. ثانك يو سو ماتش. هلا صرنا اصحاب احنا صح ولا؟ اهلا 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 اهلا، كيف حالك يا زلمه؟ شو اخبارك؟ وينك يا زلمه؟ زمان عنك يا زلمه، مش ما بتبين يا اخي. ليش يا اخي؟ ايش مالك؟ مرحبا يا جماعه، شوف انا مع مين؟ مع ساره وحلا ولنا. كيفكو؟ مشكلة مو سارة على فكرة، بنعرف مين انت وبنعرف انه ما انا. يو واتساب يا جماعة، انا هلا مع صاحباتي رولا وعلا وماندي. هياتنا بالبريك، مش عارفين ايش نسوي، لهم من الصبح معي مش عارفين شو نسوي. شو مالكم؟ ليش ما تفعلتوا معي بالسناب؟ سننزلوا ستوري. مرحبا يا جماعة، هذول اصحابي الجداد. نروح شوي يوم الجمعة ان شاء الله. هياتنا عم نتفق. كيف حالكم انتم؟ شو اخباركم؟ لا مش رايحين. ليه؟ ليش؟ بطلنا خلص. جد؟ لا يا زلمة. خلص. اسمك اول شيء فاهم؟ عشان احنا نقدر نتعامل مع بعض. طيب اوكي ماشي، انا ليث. طب انت يا ليث دخلت علينا بفيديو، الله غريب القصة، انا بدر. مرحبا ليث. حبيبي والله حبيبي. انا زعماتكم ما في كاميرا خفية ولا ضل.
ما بزح معك يا جماعة، بس في كاميرا خفية هنا عند الشاب، بس في كاميرا خفية هنا عند الشاب. طيب ما بزح معك، في كاميرا خفية هنا، شوف هناك الشاب، هناك لابس أسود فوق. طيب ما بزح معك يا جماعة، بس في كاميرا خفية هناك، طلع طلع شمالك. طيب اسمعي اسمعي، طلعي فوق هناك، في كاميرا خفية، بس عم نعمل تجربة اجتماعية. أنا تجربة اجتماعية إنه هاي الفيديو بعد إذنك. ليش يا زلمة؟ بمزح معك، في كاميرا خفية هناك. بطلع بصور بتشوف فيه. عزيز عزيز كثير عاجبكم. طيب بالأخير بس أقصد عندكم مانع نعرض اللقطة، عندكم مانع؟ لا ما عندنا مانع. طيب شكرا شكرا. بس بمزح معك، في كاميرا خفية هون. لا لا بمزح معك يا زلمة.